الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وهادينا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتنا وأخواننا وأخوتنا وأخواننا في الله، يا أبناء عاصمة الثورة، ستر الأبية، ستر العصية على الأعداء، ستر العطاء والفداء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بريدبا نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى المراجع العظام دام ظلهم الوارث، وللأمة الإسلامية جمعا، وإلى شعبنا العزيز المناضل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا بقبول الطاعات، وأن ينصرنا على من ظلمنا، ويثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، وأن يملأ قلوبنا بحب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إن الله سبحانه وتعالى يستضيفنا طيلة أيام حياته، ويفتح لنا أبواب رحمته ولطفه، ولكنه جل جلاله يستضيفنا ضيافة خاصة. في شهره المبارك العظيم، شهر رمضان الكريم، لنكون فيه أيها الأحبة ضيوفه على بساط الطاعة والعبادة. ففي شهر الله يكون الجوع والعطش المربين للنفس على الصبر والثبات وتزكية الروح وصفائها، لترتقي إلى درجات الكمال والقرب من الله سبحانه وتعالى، كما تتجلى فيه صفات المجتمع الحبيب بأقوى معانيها من تقدم الإعانة للمعوزين والمحتاجين، واحتضان المطلوبين، ومواساة عوائل الشهداء والأسرى والجرحى. شهر رمضان ليس فقط شهر عبادة وشهر طاعة. بل هو أيضا شهر الجهاد والانتصارات. ففيه وقعت أولى معارك المسلمين مع أعداء الله والدين، وهي معركة بدر الكبرى التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله مع ثلة مؤمنة قليلة العدد ولكنها كبيرة في إخلاصها وإيمانها وشجاعتها وإقدامها، فنصرها الله بنصره وأعزها بجنده، وامتدحها في كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله.
أيها الأخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات، اجعلوا من هذا الشهر الكريم شهرا للدعاء، فإنه لا يخيب من رجاه، فإنه لا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. واتخذوه شهرا للصمود والثبات وتصعيدا متناميا للحراك الثوري والعمل الميداني المقاوم، حتى يأذن الله عز وجل لنا بنصره ويمدنا بجنده وينتقم لنا ممن ظلمنا ويرينا عجائب آياته في القوم القامين. لن نرجع إلا لله، لن نرجع إلا لله، لن نرجع إلا لله. ختاما نجدد لكم ولأبناء الشعب البحراني قاطبة التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ووصيتنا لكم أن تتمسكوا بالدعاء في هذا الشهر الكريم، فإنه من أكبر العبادات وأعظم الطاعات، كما نوصيكم أن تتمسكوا بوحدة الصف، كما نوصيكم أن تتمسكوا بوحدة الصف والمحافظة على مساحة الودة والأخوة الإيمانية فيما بينكم مهما اختلفتم في الرؤى والأفكار. فرصوا الصفوف واستمروا في حراككم الثوري المقاوم نحو إسقاط النظام الخليفي المارق وطرد المحتل السعودي وانتزاع حقكم الأصيل في تقرير المصير. الشعب يريد إسقاط النظام، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، الأربعاء 9 يونيو تموز 2013، عاصمة الثورة ستر الأبية المحرم.